مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نافذة على مصر. نافذة على مصر تفتح ككل يوم على جديد الأحداث والأخبار في مصر متابعة وتحليلا، وكذلك ككل يوم نافذة على مصر تفتح على الشعب وللوطن. ولا إلى أولى فقرات برنامج اليوم، حيث كشف الإعلامي المصري المؤيد للانقلاب أحمد موسى أن هناك حراكا دبلوماسيا سعوديا مكثفا خلال الأيام القليلة الماضية لمحاولة الوساطة بين تركيا ومصر مع اقتراب انعقاد القمة الإسلامية التي ستحتضن في تركيا وترأسها حاليا مصر. وقال موسى خلال برنامجه اليوم إنه لن يكون هناك أي مصالحة مع تركيا قبل الاستجابة للمطالب المصرية، مهاجما رئيسها رجب طيب أردوغان ومتهما تركيا بأنها معقل الإرهاب الدولي ومستضيفة كل قيادات جماعة الإخوان. من ناحيتها قالت روسيا اليوم إن إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التقى نهاية الأسبوع الماضي في جدة الرئيس أردوغان قبيل توجهه لأداء العمرة في مكة المكرمة، فيما قام السيسي بإفادة وزير خارجيته سامح شكري لمهمة عاجلة في المملكة ترتبط بعلاقات القاهرة بأنقرة في شكل سري تام على حسب وصف التقرير. ومعنا عبر الأقمار الصناعية السيد عز الدين عبدة الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد عز الدين. سيد عز الدين أهلا بك. أهلا بك سيد عز الدين. هل هذا التقدم في المجهود السعودي من أجل إقناع القاهرة وتركيا للتصالح، هل يجعل أردوغان يقبل بأن يجلس مع عبد الفتاح السيسي على طاولة الحوار قبل التفاوض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا لا أعتقد إطلاقا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغامر هذه المغامرة مهما كانت الضغوط السعودية، على الأقل قبل أن يصل إلى حل يرضيه هو شخصيا كأردوغان. يعني ربما تكون السعودية تحاول أن تضغط بقوة. أنا طبعا لا أستبعد صحة الخبر، ولكن أيضا يعني أضع فرضية أن الخبر مضروب، يعني أو أنه يلقى كالحجر في المياه لتحريك ما هو راكد أو لاستطلاع الرأي أو لجس النبض كما نقول نحن في الوسط الإعلامي. أنا أعتقد أن المسألة ربما تكون بعيدة عن الواقع الحقيقي، ولكن ربما المعطيات الجديدة بعد الخلاف الذي بدأ ينشب بين إيران والسعودية ربما أعطى فرصة للسعودية أن تضغط أكثر لاستكمال مثلث القوة التي هي تحتاجها كالسعودية بمصر وتركيا، لأنهما بلدين لهما جيشين قويين، وأعتقد أن السعودية تحتاج هذا المثلث السني على وجه التحديد لمواجهة إيران. طيب هذه الضغوط ستجعل أردوغان يوافق أو لا يوافق، في تقديري لا أعتقد أن أردوغان سيقع في هذه المغامرة. طيب طيب لنفرض السيناريو الآتي. لنفرض السيناريو الآتي أن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض الجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار مع نظام السيسي، ما هو ردة فعل النظام السعودي؟ ردة فعل النظام السعودي؟ نعم، ردة فعل السعودية إذا رجب طيب أردوغان رفض أن يجلس إلى نظام السيسي. شوف سيدي، الأمور في السياسة لا تأتي هكذا، يعني لا تأتي 1+1=2، في الغالب بتقسم، يعني ربع زائد ربع ثم نستدعي ربع آخر ونستبعد ربع، يعني المسألة لا تأتي مباشرة في السياسة. يعني مش هيجي الملك سلمان يقول لأردوغان تعال أقعد مع السيسي فيقول لا فخلاص يحصل كلاش، هي ما هيش المسألة فريندلي أو كده، ما هيش صحاب. لكن في السياسة بتقدم شروط أو بيطلب منه تقديم شروط، وبيطلب من جانب آخر تقديم تنازلات، وعلى الجانب المصري يقال له إذا قبل رجب أردوغان بهذا الأمر ماذا تريد وماذا ترفض، ما هي شروطك وما هي غير شروطك، ويحدث شيء من التوفيق. المسألة إذا رفض أردوغان بشكل نهائي ربما لن يكون هذا الشكل النهائي في بداية الطلب، ولكن سيأتي بعد محاولات ومحاولات. ربما إذا استنفذت كل المحاولات وأتى الرأي النهائي لأردوغان أنه يرفض تماما أن يجلس مع السيسي على طاولة واحدة إذا لم تنفذ شروطه، أعتقد هنا ستكون السعودية في مأزق، ربما يعني لن يكون في صالحها. ولكن أعتقد أيضا أن السعودية ترى
أن التوحد بينها أو حالة الشراكة المطلوبة أو حالة استعادة كما أقول لك المثلث السني العسكري القوي في المنطقة بوجود مصر وتركيا يهم أيضا تركيا؟ يعني أعتقد تركيا أيضا مهتمة بألا تكسر شوكة السنة في المنطقة، مهتمة أيضا أن تكون السعودية قوية في مواجهة إيران. تركيا أيضا ليست على وفاق مع إيران، وبينها وبين إيران يعني مشكلات مدفونة، وهناك مشاحنات مدفونة لم تطفو على السطح حتى الآن، وربما يتحرك في الواجهة الأكراد، ولكن سيأتي دور الشيعة يوما ما. طيب، فأعتقد أن المسألة لن تحسم بهكذا الرفض القاطع أو القبول القاطع. نعود إلى مسألة القمة الإسلامية. هناك مشكلة إجرائية بروتوكولية في صورة ما أن لم يحصل التوادد بين الرئيس التركي ونظام عبد الفتاح السيسي، هل هذا المشكل يمكن أن يشكل عائقا في إجراءات تسلم رئاسة القمة الإسلامية بين مصر وتركيا؟ لا أعتقد، لأن المسألة ليست مرتبطة بالتمثيل الرسمي الأعلى في الدولة، يعني هي ليست رئاسة هذه المنظمة، ليست أو هذه عفوا هذه الدورة ليست ممثلة في شخص الرئيس سواء في تركيا أو في مصر، وبالتالي يمكن الاستعاضة عنها بتمثيل أضعف أو أقل، تمثيل متوسط أو تمثيل أقل من متوسط، وهذه المسألة شكلية وروتينية وسوف تمر. يعني أعتقد حتى جامعة الدول العربية انعقدت يوما ما ويعني حضر من حضر في أعقاب الانقلاب وفي قبل الانقلاب، يعني المسألة لم تكن فيها أي مشكلة لأنها أمور إجرائية كلها مسائل روتينية، وبالتالي على هذا السياق أو على هذا النسق أعتقد أن المسألة لن يكون فيها نزاع أو مشكلة. لكن المشكلة التي سوف تبدو على السطح هي إذا كانت السعودية حقيقة فعلا تسعى لمصالحة تركيا مصرية أم لا، وهل ستقبل تركيا أولا أم لا. أنا أعتقد أن النظام المصري يحتاج إلى هذه المصالحة لأنه يعني لا يريد أن يكون مقطوع الأوصال بكل الأطراف القوية في المنطقة. أيضا أردوغان أثبت قوة في الإقليم أو في المنطقة إقليميا بعد نجاحه أو نجاح حزبه في حصد الأغلبية أو الأكثرية المطلقة، ثم شكل الحكومة مؤخرا فاعترفت به أوروبا واعترفت به أمريكا وأصبح قويا كقوة أمريكا وأوروبا. إذن أصبح هو أيضا أحد المصادر التي لابد أن يستقي منها السيسي شرعيته، ولكن ما زال السيسي يضعه في ذيل القائمة لأنه يعلم أن أردوغان شخصيا يحتقره هو شخصيا، وقد قال في أكثر من حديث أنه لن يتعامل مع هذا الرجل لأنه قائد انقلاب وأنه قاتل وأنه دموي وأنه لا يشرفه أن يكون بينه وبين السيسي أي علاقة. طيب وبالتالي سيد عز الدين ذكرت في أول مداخلتك أن المسألة ليست فريندلي، يعني ليست السيسي يغضب أم أردوغان يغضب، هذه مسألة علاقات دولية. في هذا الإطار هل هي مناسبة؟ نعم. حتى يسترجع أردوغان شروطها لترميم العلاقة مع نظام عبد الفتاح السيسي؟ هو لم يكن لديه علاقة مع عبد الفتاح السيسي حتى يرمم هذه العلاقة، لكن نقول أنه ربما يكون بحاجة لأن يكون بينه وبين مصر شيء من التعاون أو شيء من الألفة على الأقل، حتى يستطيع أن يحجم الخروج المصري عن المألوف الذي دائما كانت مصر داخل قالب عربي داخل قالب إسلامي، كانت دائما يعني في قلب قضايا الأمة، هي الآن تفرض هذا النظام طبعا وليست مصر الوطن، هذا النظام الذي يدير مصر الآن يفرض في كل القضايا الوطنية والإسلامية والإقليمية والعربية، يتعاون مع إسرائيل في كل شيء ويخدم إسرائيل بكل ما يستطيع، وعلى الوجه الآخر يقتل الفلسطينيين بهذا الحصار المجيع لإخواننا في فلسطين، ويحاول دائما أن يعني يحكم السيطرة على معبر رفح فيحرم الفلسطينيين من يعني شريان الحياة الوحيد، وبالتالي أصبح هذا الأمر شاذ ولا بد من احتواء مصر من جديد. هل هذا يعني أن أفق المصالحة ربما يكون أردوغان يرغب في ذلك، ولكن يرى أن عبد الفتاح السيسي في ذاته كشخص غير مؤهل لأن يكون عضوا في هذا الائتلاف أو يكون ضلعا في هذا المثلث؟ طيب في هذا الإطار يعني وكأن أفق التصالح أو أفق إيجاد علاقة بين مصر وتركيا تقريبا معدوم حسب كلامك؟ يعني هي بالفعل يعني لن أقول معدومة ولكنها شديدة الصعوبة، لأن أردوغان شخصيا متعنت والسيسي شخصيا يرى يعني لا تتوفر فيه المواصفات التي تؤهله لكي يعني
يعني يرضى عنه أردوغان أو يقبله، وأيضا في نفس الوقت هو مساعيه وتحركاته تختلف تماما عن الأجندة التركية. هناك تضاد في الأجندات السياسية والإقليمية حتى في الهوية، يعني السيسي لم يعكس إطلاقا أن هويته إسلامية، يبدو من كل تصرفاته ومن كل قراراته ومن كل علاقاته أن هويته يهودية إسرائيلية، وهذا أيضا يتضارب مع المشروع العثماني الذي يريد أردوغان أن يعيده إلى الساحة من جديد وربما يخدم به السنة. هنا يقع التلاقي. وأنا أريد أن أنبه لمسألة الماء. السعودية وإيران، عفوا، السعودية وتركيا يهمهما يعني على بحجم كبير أن يكون للسنة في المنطقة العربية شوكة قوية. أما بالنسبة للسيسي هذا الأمر لا يعنيه ولا يرقى لاهتماماته. هو اهتماماته كلها من يدفع أكثر أو ربما يطعن في المشروع السني ويحاول هدمه ويعمل على إقصائه، لأنه الآن يتعاون مع بشار الأسد ويتعاون مع بوتين ويتعاون مع إيران بشكل غير معلن في هدم كل ما هو سني في سوريا وفي مصر أيضا. الآن نرى دعوات تتحرك سيد عزيز في إطار المتغير الدولي، مؤسسة إرهابية. سيد عزيز في إطار المتغير الدولي، تركيا عدلت سياساتها تجاه عديد القضايا، مثلا الأزمة السورية، في إطار التوافق الدولي حول بعض بنود اتفاقيات جنيف أو فيينا. ألا يمكن المتغير العلاقات السعودية الإيرانية التي دخلت في أزمة يبدو أنها أزمة قوية، أيضا ما يحصل في اليمن، ممكن هذه المتغيرات تجعل الطرف المصري والطرف التركي ممكن أن يصلوا إلى نقطة وسط تكون السعودية هي الدافع لها؟ النقطة الوحيدة التي تدفع النظام عبد الفتاح السيسي لأن يقترب من ضلعي المثلث مع تركيا والسعودية هو الأموال. هو اليوم أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية القادمة من أو العائدة من السعودية أن السعودية سوف تستأنف إرسال المساعدات المالية لنظام السيسي، وبدأت هذا القرار المؤخر الذي أعلن عنه اليوم أو الأمس على أكثر تقدير ب3.2 مليارات دولار، 3 مليارات و200 مليون دولار استعادة للمساعدات السعودية لمصر. إذن السيسي يقترب ليس للقضية الإقليمية وليس للمتغيرات. أنا أقول لك السيسي لا يعبأ إطلاقا بأي متغيرات تضر بالإسلام أو تضر بالمشروع السني أو تهدمه أو لا تهدمه. هذا رجل بصدق، وأنا لا أبالغ في هذا الوصف، هو إسرائيلي الهوى، وبالتالي ربما الأجندة الإسرائيلية تفرض نفسها بشكل غير معلن أو شكل غير مطروح شكل يعني بوضوح على هذه المساحة. ولكن أيضا إذا كان الرز السعودي هو الأقرب ربما يقترب، لأنه في النهاية سوف يتاجر بالجيش المصري. السعودية لا تريد السيسي حبا في عيونه السوداء، لكن فقط لأن لديه جيش يعد من الجيوش العربية القوية، وأيضا لأن تركيا جيشها قوي ومؤمنة بالمشروع السني. إذن وجود السيسي ربما يكون مهم فقط في مرحلة الدفاع عن الأرض السنية في السعودية أو في الخليج العربي بشكل عام. إذا ما أتى هجوم بري أو بحري من إيران يوما ما، حسبما يرى البعض أن يعني هذه الشحنة بين إيران والسعودية قد تصل إلى لا قدر الله إلى مرحلة من مراحل التدخل العسكري. أنت ذكرت بأن إسرائيل ممكن هي يعني هوى عبد الفتاح السيسي. تركيا دخلت مؤخرا في مفاوضات مع إسرائيل من أجل إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي. ألا يمكن أن يكون أيضا العامل الإسرائيلي يجعل مصر تقترب من تركيا باعتبار أنها ممكن أن تفقد حليف، لا نقول تفقد، يعني ممكن أن يصبح هذا الحليف أقرب إلى تركيا منه إلى مصر؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، ولكن دعنا قبل أن نجيب إجابة واضحة نفسر أو نفند الوضع الإسرائيلي هنا والوضع الإسرائيلي هناك. الوضع الإسرائيلي بالنسبة للنظام المصري هو وضع حاكم متحكم أجنداته مفروضة، والنظام المصري يعمل على خدمة إسرائيل خدمة مباشرة، وكل الوقائع على الأرض أثبتت ذلك. هذا ليس حديثا مرسلا. الواقع بين إسرائيل وتركيا على الوجه الآخر لا يقول ذلك، لا، ليس هناك تشابه بين علاقة إسرائيل بمصر وعلاقة تركيا بإسرائيل. العلاقة بين إسرائيل وتركيا، ونحن نذكر أن تركيا أجبرت إسرائيل على الاعتذار عن ما فعلته في سفينة مرمرة التي كانت ذاهبة لإغاثة إخواننا المحاصرين في غزة، وأجبرت الجانب الإسرائيلي على تنازلات كثيرة. إذن هنا العلاقة ليست علاقة آمر ومأمور، بل إنها علاقة طرف قوي بطرف يحاول الالتصاق بالتجربة التركية
يعني لأي أسباب أخرى. وتركيا هنا أنا أعلم وربما هذه المسائل سيد عز الدين، ولكن الواقع يقول أن أردوغان يتعامل مع إسرائيل ليس كمصر. طيب نعم سيد عز الدين تبقى معنا ويلتحق بنا عبر الهاتف السيد الدكتور محمد خيري أوغلو المحلل السياسي التركي. دكتور محمد أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ. دكتور محمد، هل العلاقات التركية المصرية فعلا هي في أفق مسدود أم هناك بوادر لتقارب ممكن تقاطع مصالح أو ظروف إقليمية؟ أنا لا أعتقد أن الأفق منسد، لأن تركيا التي يعني تتعامل وتتفاهم مع إسرائيل وبالأولى أن تتفاهم مع مصر، لأن البراغماتية هي المبدأ الأساسي في العلاقات الدولية والمبدئية بلا مكان لها في العلاقات الدولية، حتى ولو كانت السلطة سلطة بين قوسين إسلامية. ومن الناحية الأخلاقية هذا أمر مؤسف، لكن يعني من الناحية البراغماتية أو من الناحية العملية أن تركيا بإمكانها أن تخطو جميع الخطوات التي لا يتوقعها أحد. فإذا إذن الأفق ليس بمنسد، لأن ليست هناك أي سياسة مبدئية بالنسبة لتركيا مع دول الجوار. ف يعني تركيا التي وصفت إسرائيل بأبشع الكلمات ثم تتفاوض معه سرا ثم تتفاوض مع إسرائيل علنا ثم يرجع عن جميع الانتقادات المواجهة إلى إسرائيل ثم يبدي الرئيس أردوغان باستعداده لأن إسرائيل بحاجة إلى تركيا وتركيا بحاجة إلى هذا الكلام. إذن يعني لا مبدئية ولا القيم ولا طيب حاجة. طيب في هذه النقطة دكتور أغلو، في هذه النقطة دكتور أغلو دعني أسأل ضيفنا عبر الأقمار الصناعية سيد عز الدين عبد الكاتب الصحفي. تحدث ضيفنا الدكتور محمد خير أغلو أن السياسة التركية سياسة براغماتية بالأساس، يعني ليس فيها رجب طيب أردوغان لا يلتقي هواه الإسلامي السني مع هوى عبد الفتاح السيسي كما قلت هو هوى إسرائيلي، يعني المسألة مسألة تقاطع مصالح. رجب طيب أردوغان يتفاوض الآن مع إسرائيل، الأولى أن يقترب لمصر من الإسرائيل، فبالتالي بوادر التقارب موجودة، تقاطع المصالح موجود بل هو ضرورة. أنا لم أقل أنها أن العلاقات يعني بين إسرائيل وتركيا، وأنا طبعا أشكر أستاذي الدكتور محمد خيري أغلو يعني أستاذنا وصديق عزيز، لكن أنا بس أريد أن أوضح أن البراغماتية السياسية الموجودة في كل سياسات الدنيا وليس فقط عند تركيا عند حاجز وجود السيسي تراها عند أردوغان تسبب فوبيا، وبالتالي أنا أتحدث عن قرار شخصي لأردوغان. أردوغان عبر عن نفسه وليس عن الحزب وليس عن الحكومة، ربما تفرض البراغماتية نفسها على أمور ما، لذلك أنا قلت لك قد يضع شروطا وإذا تحققت هذه الشروط ربما يفكر. ما هي هذه الشروط؟ على المستوى الشخصي ما هي هذه الشروط؟ حسبما أعرف عن أردوغان ما هي هذه الشروط؟ لا أظن إطلاقا أنه سوف يفكر في علاقتي مع السيسي بهذا المنطق. ما هي هذه الشروط؟ يعني أردوغان سيضع شروط السيسي، ما هي هذه الشروط؟ إطلاق سراح المساجين، إعادة العملية الديمقراطية في مصر، ما هي هذه الشروط أساسا؟ أنا أعتقد أن أول الشروط هو رحيل السيسي، ولكن إذا لم يستطع أن يفرض هذا الشرط ولا أعتقد أنه سوف يعني، وأنا لا أحب أن أتحدث نيابة عن الحكومة التركية أو عن الرئيس التركي لأنه في النهاية له أسلوبه الخاص في التفكير، هذا مجرد تحليل، ربما يتحدث عن كما ذكرت حضرتك مشكورا الإفراج عن كل المعتقلين بالفعل كلهم بلا استثناء، يعني الإفراج عن الرئيس الشرعي محمد مرسي تحديدا وكل القيادات العمل الإسلامي والسياسي التي سجنت ظلما، تعويض كل أهالي الشهداء وأسر المعتقلين عما يعني أصابهم في هذه الفترة العصيبة، وأعتقد أن هناك الكثير والكثير من الشروط التي ربما توضع
حائلا او عائقا دون استعادة العلاقات، وربما إذا عادت العلاقات لا تعود بين رئيسين، ربما تعود يعني على مستوى التمثيل الرسمي، على مستوى لقاء رؤساء الوزراء، على مستوى الزيارات المتبادلة بين وفود رسمية اقتصادية أو سياسية أو ما غير ذلك. طيب، يعني الآلية التي ربما تعود بها العلاقات ولو شكليا لا أحد يستطيع أن يجزم بها. طيب، شكلا. طيب، ولكن على مستوى أردوغان شخصيا وحسب ما يصرح هو بلساني، تبقى معنا سيد عز الدين، ولا يقاس عليها بين علاقة تركيا بإسرائيل. دكتور محمد خيري أوغلو، هل ترى بأن فعلا البراغماتية التي تحدثت عنها في سياسة تركيا الخارجية، هل فعلا هذه البراغماتية ستدفع بالرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة عدالة وتنمية أن تتخلى عن مبدئيتها المعلنة منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي؟ طبعا مرات انا يعني باسم يعني المحايدة، يعني انا نعم اعتبر نفسي معارض من الداخل، او ما يعني او بتعبير اخر انا يعني اعارض لاخطاء السلطة الحاكمة، ولكن فعلا باسم يعني بالحياد لأن الحكومة الحالية مرات وليست مرة واحدة، مرات عدة، أنه رجعت عن قولها واتخذت موقفا مغايرا مناقضا فيما قبله مرات، وآخر شيء أنه قال لن نتفاوض، هذا داوودوغلو أردوغان مرات لن نتفاوض مع إسرائيل أبدا إلا بعد تحقيق الشروط الخمسة. حتى هذه الشروط الخمسة عملوا تنزيلات في هذه الشروط. أولا، لأن أنا وصلت إلى النتيجة أن الأحزاب الإسلامية تستقل الأحاسيس عواطف إسلامية مشان المطالب البراغماتية السياسية، ولذلك هذا ضمنت أو كذا. حتى العلاقات التجارية صدقني، العلاقة التجارية التركية الإسرائيلية بلغت إلى ذروتها، وانظر إلى الأرقام الحين بلغت إلى ذروتها. أين موقفك من إسرائيل المعارض أو المعادي؟ أين أنت؟ إذا هناك تناقض واضح بين الخطاب وبين الممارسة. أنا دائما أفضل أن أنظر إلى الأعمال، إلى الممارسة. يا أخي الكلام والله يسيل من فم أردوغان العسل، أنا أوقع على جميع مقال، لكن الممارسة مع الأسف الشديد يعني، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور محمد خيري أوغلو المحلل السياسي التركي، شكرا لك. سيد عز الدين، يعني العلاقات التركية المصرية كما ذكرت أنت تقريبا أمام عوائق كبيرة وكبيرة جدا، ولكن الواقع اليوم خاصة ما تحدثت عنه، المتغيرات الدولية، الأزمة السعودية الإيرانية، الأزمة السورية، تركيا لم تستطع حاليا أن تفرض مثلا أجندتها في سوريا، هي في حاجة أيضا إلى دعم مصري، ليس فقط هي مصر في حاجة إلى دعم تركي في إطار تحالف ثلاثي كما قلت، سعودي تركي مصري تحالف عسكري، أيضا تركيا في حاجة إلى دعم مصري. لماذا تحتاج الدعم المصري؟ يعني من أجل أن تركيا الآن ترى في مصر خصما مباشرا على الأرض السورية، هي في حاجة إلى تحييد هذا الخصم. عن الملف السوري، هي في حاجة إلى تحييد هذا الخصم. ماذا؟ تحييد مصر دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا في الأزمة السورية. يعني ربما هذه وجهة نظر وجيهة وأنا يعني لا أرفضها، ولكن الواقع يقول أن حتى لو كان أردوغان يحتاج إلى تحييد هذا الطرف، هو يعلم أن هذا الطرف لديه أجندة خاصة، يعمل وفق مبادئ خاصة به أيضا، ذهب إلى روسيا لأكثر من مرة وباع نفسه لها بعدما نصب على كل دول الخليج في كل المساعدات التي وصلت إليه، يستقوي بإسرائيل على أمريكا لتضغط حتى تستمر المعونات الأمريكية، ويتم استمرار أيضا التغاضي الأمريكي عن كل الجرائم التي ترتكب، وعلى الوجه الآخر ينفذ أجندة قتل المسلمين وقتل السنة في معاونة روسيا وإيران على الأرض السورية. إذن هو الآن عدو أكثر منه خصم، من المهم تحييده. هو بالمناسبة تحييد السيسي ليس
مقلق، يعني ليس مؤثرا كثيرا في المشهد السوري، ولكن وجوده بالفعل يعني يسبب أضرار كثيرة، لأن هناك دعم عسكري ودعم بالجنود ودعم بالصواريخ، ويكفي أن هناك دعم إعلامي أيضا يغسل عقول المصريين ويسممها. وبالتالي تحييد السيسي ليس أولى من أن توضع على رقابه شروطا تخضعه وترجعه إلى المثلث السني. ولكن أنا أتحدث أن الأكثر احتياجا للسيسي ولجيش السيسي هي السعودية من تركيا. تركيا لديها جيش قوي، لديها قدرة على السيطرة، ولديها قدرة على التأثير إقليميا وعربيا ودوليا أكثر من السعودية وأكثر من السيسي نفسه طبعا، يعني لأنه مع الأسف أخذ مصر ونزل إلى الهوية. شكرا لك سيد عز الدين عبد الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا لك.